نظمت لجنة التنظيم بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين معسكرها الأول بهدف تطوير مهارات أعضائها، وتضمن برنامج المعسكر محاضرة تثقيفية وجلسة نقاشية ومجموعة من الأنشطة الكشفية. يمكن المعسكر ده مع التنظيم عامله يمكن ترسيخ فكرة العمل الجماعي، ان احنا نتعلم مهارات اكتر للعمل الجماعي، نتعرف اكتر على زمايلنا، يوم نشارك في بعض في حاجات كتيرة. فده مختصر للمعسكر النهاردة. يمكن تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين هي سياسة بمفهوم جديد، يمكن احنا بنحاول ان احنا نتعلم مهارات اكتر سياسيه، مهارات اكتر. يمكن انا كمان عشان عضو في لجنه التنظيم، فده بيديني فرصه ان انا اتعلم مهارات اكتر للعمل الجماعي، ترسيخ العمل، التعاون، ليكون اكتر منظم، يعني هو تنظيم داخل التنظيم. احنا عامه بنشتغل دايما على روح الفريق، ودي هي اللي بتنجح العمل الجماعي. ده اولا. ثانيا، بنناقش ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت، وبنضع المستجدات اللي نقدر ان احنا نشتغل من خلالها خلال الفتره الجايه. بنناقش ايه الايجابيات اللي احنا توصلنا ليها، او ايه السلبيات اللي احنا نقدر نتفاداها على مدار شغلنا القادم ان شاء الله. دول لجنة التنظيم نقدر نقول ان هي المنوطة بالفعاليات وبالاجزاء الخاصة بالندوات وكل نقاط حضرتك بتشوفها. في تنظيم، في خلية نحل شغالة سواء في لجنة التنظيم او اللجان التانية، لجان الدعم التنسيقية، لجنة التنظيم ما بتشتغلش لوحدها، اللجان اللي شغالة ما بتشتغلش لوحدها، المنتديات ما بتشتغلش لوحدها، كلنا بنشتغل فريق عمل واحد، وكلنا في الآخر تحت اسم واحد هو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين. هو المعسكر فائدته دايما إن هو تعزيز وتنمية الروح التعاون ما بين أعضاء لجنة التنظيم. التنسيقية زي ما هو معروف هي منصة حوارية بتجمع كافة الأيديولوجيات السياسية والفكرية، هدفها تنمية الحياة السياسية بمفهوم جديد، بيعمل على خلق جيل سياسي جديد يكون يليق بالجمهورية الجديدة. هدفنا في اليوم كله ان احنا بنخلق روح الجماعة، ان الفريق كله يبقى فريق واحد، كلنا بنساعد بعض. هدف اليوم في بعض الاكتيفيتي اللي احنا عملناها بخصوص الالعاب، والالعاب دي كان ليها هدف معين، ان احنا عايزين نوصل حاجة لكل عضو من التنسيقية، ان احنا بنشتغل دايما تيم ورك، مش بنشتغل فرد واحد، وكلنا عينينا على عينين بعض، بنطلع الشغل على اكمل وجه دايما. دايما عدسة التنسيقية او عدسة التنظيم غير عدسة اي حد، بيبقى دايما باصص على الكيان من بره، وده كان هدفنا، وده يمكن اكتر حاجة بتميزنا كتنظيم تنسيق شباب الأحزاب والسياسيين.